كل مرة ينزل موسم جديد دائما أحس بهذا الشعور إنه خيبة الأمل العظيمة إنه ردت فد محتوى كلش هواية وأشياء جديدة كلش هواية، بس بعدين يطلع لك شيء خايس ويخرب لك اللعبة بعد بالزايد. بس هذا الموسم جاب لنا هواي كلش هواي شغلات، ومن ضمنها البناكر الجديدة هذه اللي تكون بها رؤوس نووية، ومن تنزل جوا كلش راح أشوف حاسوب مثل هذا ده يقول لك إنه ما أدري 5% أو 0.5% من الماب كلها بها زومبي. وباعتقادي أني يعني أو متأكد، ما أدري ليش متأكد، اكيد ان هذه النسبه راح تزيد على ما توصل 100%، ومن توصل 100% راح يصير ايفنت، واعتقد راح تنطلق كل الصواريخ النوويه وراح تفجر الماب كلها، ولو تتغير كل الماب لو تتغير الماب بشكل كلش قوي. وطبعا قصدهم على 5% من الزومبي هي الباخره اللي وصلت على الساحل وبها زومبي، والزومبي تقدر تطلعهم من خلال هذا الجهاز بس تفعله، راح يطلعوا لك 40 زومبي، ووراها من تقتلهم راح يطوك كريدت كارد او كارد شو يسميها، هذا راح تاخذه وتروح هنا تركض 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 على ما توصل هذا الصندوق. تفتح الصندوق راح يعطيك اشياء ليجندري وراح تفيدك بشكل مو طبيعي، خاصه هذا الدبل غاز ماسك ما ادري تربل غاز ماسك، فشيء كلش حلو. وتقدر هم ترجع مره لخ وتسوي نفس الشيء وتقتل 40 زومبي وتاخذ الكاركتر اوش قد ما يعجبك. واكيد ما حد راح يخليك تسوي هذا الشيء لانه 1000 واحد ينزل بهذا المكان، حرفيا 1000 واحد ينزل هنا ويشبعوك كتل. المشكله مرات تتيه بين الزومبي والناس الاعتيادين، فالناس يكفخوك والزومبي يكفخوك فوق ثنائي الصراع عليك وليه. ننتقل لشغله ثانيه لازم انا اذكرها من بدايه الفيديو، انه ما كنت بناكر حد الثاني شفت اثنين، اللي واحد يكون هناني والثاني هناني، اثنيناتهم بيهن رؤوس نوويه، يمكن اكو بعد مكان ثالث ما مكتشفه بعدني، واثنيناتهم بيهن نفس الشغلات، ومرات تلقى السلاح السري اللي هو هذا. بعدين راح اسوي عنه فيديو ثاني، فلا تنسى تفعل جرس الاشعارات عم بس ازود الفيديو انت راح تكون اول واحد تشوفه. ننتقل الى اكبر ثالث تغيير صار بالموب، انه كل اماكن الترين ستيشن اللي هي السبوي شو يسميها اماكن القطارات اللي تركب بيها وتسوي لك تريبورت كلها انغلقت. نفس الوقت الاستاديوم كل الاماكن السفليه الطابق السفلي كله غلقوا. هذا الشيء بالنسبه لي اعتبره كل الزين على المود، ما تي هذا وين صاعد فوق لو جو قبل ادخل على الاستاديوم واقتلهم. وبنفس الوقت كل الاماكن اللي بيها الايستر ايجز من البناكر 11 و10 وهذني اللي كنت تحصل من الام بي 7 والبرون ام كي وغيرها من الاسلحه اللي كنت تحصلهم بالايستر ايج، هذني كلن انغلقن، كل الايستر ايجز كلن انغلقن. وحتى الاماكن اللي تكون على شكل رومات مثلا بالاستاديوم بالطابق الثاني هذا راح تشوفن كل المفتوحات، ما راح تحتاج اي كريدت كارد عام وتفتحن او تفتح البناكر، كلن راح تشوفن مفتوحات لانه بعد موك في شيء اسمه ايستر ايج. ننتقل الى رابع شغله اللي انتم كلكم انتبهتوا عليها، هذا الديت شقني بالنص. المهم نزلوا اسلحه جديدات اللي هم الاس ام جي والاسولت رايفل هذني، بعد ما مجربهن الراد ارجوك شنو ارجوك يا ديج اسكت ارجوك هرد اكمل الفيديو. المهم راح ينزل بعد سلاح ثالث اكيد كروس بو، متاكد راح ينزل كروس بو، وبعد شغلات جديده غير اسلحه راح تنزل من ضمنهن الاسلحه اللي ممكن راح تنزل بالمودرن وورفير بالايام الجايه، وهذني الاسلحه كلش متحمس لهن بشكل مو طبيعي. ننتقل للشغله اللي وراها اللي انتم كلكم لاحظتوها هم اللي هو الايفنت هذا. نص الايفنت تقدر تسوي بالزومبي ونص الايفنت تقدر تسوي بالوارزون، والايفنت كلش سهل مو في شيء مو طبيعي، تروح للشب هذه وتقتل الزومبي وتحصل الكارت تفتح الباب مدري شنو هذين كل سالات. ننتقل للتغيير الجديد والقوي كلش اللي صار على الاتاتشمنت، اكو اتاتشمنت صلحوه وسووا عليها اشياء جديده، واكو اتاتشمنت دمروها مثل هذا السبرسر اللي كان يعطيك دمج رينج هسه صار ياخذ الدمج رينج بالعكس، فهذا الشيء كلش سخيف للغايه. بس بنفس الوقت زين على مود يخلصنا شويه من جماعه الاف اف اي ار والاسلحه اللي كلش او بي، وبنفس الوقت صلحوا شغله كلش مهم بالسلاحه الكولد وور اللي هو الستوبنج باور. قبل ما كنا تخلي ستوبنج باور كان طول كل شوي عم تخلي الماج، يعني انت تخلي الماج وتنتظر شويه يلا ينحسب لك، اما اسف صلحوا هذه المشكله وخلصنا من عندها. الشغله الاخيره اللي لاحظتها ان هي الماب صارت اوضح، من تفتح الماب مالتك دا تصير عباك ديتيلز اوضح بشكل حلو اكثر، فهذا اهم شيء حلو للعبه اكثر. وتقريبا كل شيء عرفته عن كل شيء جديد نزل باللعبه، وان شاء الله بالمستقبل اذا اكو شيء بعد جديد انا راح اكون اول واحد انزل عليه، فلا تنسى تتابعني وتفعل جرس الاشعارات، اهم شيء سوي سبسكرايب وتفعل جرس الاشعارات عم تكون اني اول واحد يوصل لك هذا الفيديو ان شاء الله. واكيد كالعاده اذا تحب تدعمني باي طريقه من الطرق فتقدر تسوي لي لايك، اذا عجبك هذا الفيديو طبعا مو غير شيء، اذا استفدت من عنده او عجبك الفيديو فتقدر تسوي لنا لايك، اذا ما عجبك سوي لنا ديسلايك على مود اعرف انه انت ما عجبك هذا الفيديو، وكتبوا لي بالكومنت اذا اكو شيء ما عرفتي او شيء جديد اني ما لاحظتي على مود بالفيديو الجاي ان شاء الله انزل عليه. وهذا كل شيء عندي تقريبا، اخليكم ويا اول جيم الي بالموسم، جيم ما ادري شلون اوصفه بس قلت لانه هو اول جيم الي بالموسم هاي فلازم انزله واراويكم اول جيم الي او اول فوز الي بهذا الموسم. وهسه لازم اروح اشرب مي لانه بلاعيمي نشفت، واخليكم بباقي الفيديو ومع السلامه.
فاصلة. نزل متأكد؟ وقع أو جونا واحد وراي هذا واحد صعب ها شنو وين؟ من رمانة من رمانة عمي ديزر واحد ورانا اه شافني شت قلت ما راح اشوف بوكسيات لا ضربته ما دام ضربته ضربه واحده هذا جت طياره واحد وقع هنا قريب يم هذا يم البرجر وقع فنش روحه غلس واحد يمي واحد اثنين يمي دي تعاركم بيناتهم محشور وقع فنش تشاقه صعد فوق صعد فوق انت تعلق اللعبه انا على قدامك مباشره واحد ثاني لا بعد واحد على كفو لك هذا شريف صاحبك كنت احبه بس على شفته؟ اقصفه؟ وقعته؟ وقع كفو نايس جاك مرزيني وقع هبا انا ما اعرف مرزيني لا تخاف وشقني باكت لوز 50 يلا هسه تعالوا وياي خلينا نطبل هذا البيت الكبير لا بابا مرزيني ابد لا تبوش ابد الزموا كل من بعيد قدامك واحد قدامك مرزيني هواي واحد علي منه فتو اوكي عدته تمام سوى اوه جي جي نايس من اول جيم نايس هو هذا